الحلقة السابقة من هذه السلسلة كانت عن لماذا اللحظة اللي احنا فيها 2023 والكام سنة القادمين لحظة ممكن قوي تكون خطر. الموضوع الأخطر في كل ما هو خطر في هذه اللحظة هو تايوان. واحد، لأنه من وجهة نظر الصين تايوان ربما هي الموضوع الأهم في كل ملفات الأمن القومي الصيني، وربما جزء من going back to history، النظر في التاريخ يوضح ليه. الصين زي ما ناس كتير قوي ممكن تكون عارفة كانت إمبراطورية لسنوات وقرون طويلة قوي، ثم حصل فيها تغيرات كبيرة جدا في القرن 19 بشكل رئيسي عندما تقريبا احتلتها بريطانيا. مع بدايات القرن العشرين كان في نظام إمبراطوري موجود في الصين، ولكن واقع الأمر تحت نفوذ غربي مهول جدا. مع الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بدأت يبقى فيه تغيرات اجتماعية سياسية داخل الصين، ووصلت في النهاية إلى ثورة قاد هذه الثورة عدد من المجموعات السياسية داخل الصين، كان أظهر مجموعة فيهم هي الشيوعيين. لكن الشيوعيين أو الشيوعيون في الصين ما وصلوش للحكم ببساطة، يعني ما شالوش النظام الإمبراطوري وتمكنوا من الدولة الصينية. في النص كان في صراع داخلي، بعض الناس بيقولوا أنه يصل إلى مرحلة الحرب الأهلية داخل الصين ما بين الشيوعيين ومجموعات أخرى كانت تريد تطوير النظام الصيني الإمبراطوري، مش بالضرورة أنها تبقيه نظام إمبراطوري، لكن عايزة تحافظ على الصلة ما بين تاريخ الصين والحضارة والثقافة الصينية وفكرة الإمبيريال كورت، البلاط، السنتر، مركز الثقافة الصينية على مدى قرون. الناس مش عايزة كل ده يترمي، مش عايزة كل ده يضيع، عايزة يبقى فيه تطوير للنظام الاجتماعي وطبعا السياسي في الصين، لكن من غير ما يبقى فيه قطيعة ما بين الماضي والحاضر. الناس دي كانت معارضة تماما للصعود الشيوعي. المهم حصل صراع كبير ما بينهم، هذا الصراع انتهى بانتصار الشيوعيين. المجموعات اللي كانت ضد الشيوعيين بدت ان هي تهرب من الصين، والمكان اللي المجموعات الكبيرة قوي فيهم في هؤلاء اللي كانوا ضد الشيوعيين ذهبوا إليه هو كان تايوان. هناك أسسوا حكم صيني، حكم من نفس الكالتشر، بنفس الثقافة، بنفس الفكر اللي هما كانوا عايزينه يكون موجود في الصين، ولكن عملوه في تايوان. معنى ذلك أنه في تاريخيا صراع فكري وصراع سياسي كبير قوي ما بين النظام الايديولوجي اللي أرادها الشيوعيين للصين وما بين هؤلاء الناس اللي كانوا مختلفين تماما مع هذا الفكر. لكن الاثنيسيتي، العرق، هو هو، التاريخ هو هو، الحضارة، الثقافة القديمة هي هي. لكن من ساعتها الاختلاف ما بين الاثنين مش بس اختلاف ثقافي، لكنه اختلاف يعود للحظة البدء في وصول الحزب الشيوعي إلى الحكم في الصين. ولذلك الموضوع بالنسبة للحزب الشيوعي موضوع قديم قوي، له جانب إيموشنال، حتى جانب مشاعري في القصة، إن هو هؤلاء الناس اللي كانوا بيعارضونا كشيوعيين للوصول للحكم هم الذين أرادوا فكرة تانية تماما لمستقبل الثقافة الصينية. النقطة الثانية اللي بتخلي تايوان في غاية الأهمية بالنسبة للصين النهاردة، الحزب الشيوعي الحاكم في الصين النهاردة، هو الموقع. تايوان قريبة جدا من الصين، وتايوان حليف أمريكي بقاله فترة طويلة، وهناك وجود أمريكي استراتيجي كبير موجود في تايوان. مثل هذا الوجود الاستراتيجي التقيل قوي الأمريكي تقريبا on the threshold كده، على بوابة الصين، طبعا بالنسبة للحكم الصيني، بالنسبة للحزب الشيوعي في الصين،
هذا تهديد على الأقل شيء يخلي أي حد بيفكر في الأمن القومي الصيني يبقى مش مرتاح تماماً لهذا الأمر، ولذلك إن هو هيبقى عايز الصين ساعتها الحزب الشيوعي في الصين يريد إنه يقلل جداً من هذا الوجود والنفوذ الأمريكي في تايوان، لأنه شايف إن ده بالنسبة له تهديد. النقطة الثالثة أو السبب الثالث لأهمية تايوان بالنسبة للصين سبب سياسي داخلي، وهو أنه الرئيس الصيني الحالي تشي جيان بينغ، وهو رئيس هيستوريكال، يعني في بعض رؤساء الصين بيبقى رئيس بيقعد 5 سنين، الحزب بيمد له لفترة أخرى فيبقى كمان 5 سنين، فيبقى حاكم لمدة 10 سنوات، يؤدي دور معين ويمشي. تشي جيان بينغ واحد من رؤساء قليلون جدا في كل تاريخ الصين في 70-80 سنة اللي فاتت منذ وصول الحزب الشيوعي إلى الحكم، الذي مد له لمرة ثالثة، وغالبا أنه هيبقى قاعد لفترة طويلة يعني، وبينظر إليه هناك حتى بيسموه أنه هو historical leader، أنه هو زعيم تاريخي للصين. اللي يهمنا هنا أنه تشي جيان بينغ نفسه وضح سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أنه عودة تايوان إلى الإطار الصيني واحد من الأهداف الاستراتيجية للصين، إنه رئيس قائد زعيم تقيل بوزن تشي جيان بينغ، إنه يضع هذا الأمر كهدف استراتيجي واضح قوي، ده بيخلي فيه تقل وبيخلي فيه إرادة وبيخلي فيه ضغط على الدولة الصينية إن هي تعمل حاجة في موضوع تايوان. أخيرا من الناحية الصينية، إنه في استراتيجية واضحة وهدف أوبجكتيف كده واضح في السياسة الصينية معلن عنه، اسمه The One China Policy، سياسة الصين الواحدة، والمقصود بيها بشكل رئيسي تايوان. يعني زمان كان مقصود بيها هونغ كونغ كمان، لأنه هونغ كونغ كانت لفترة طويلة قوي تحت الحكم البريطاني، وبريطانيا كانت ليستت مأجراها يعني من الصين لفترة طويلة قوي، إلى أن تم عودة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني لو أنا فاكر صح في نهايات التسعينات 1999 لو أنا مش غلطان، وساعتها أصبحت هونغ كونغ تحت الحكم الصيني. لكن دلوقتي المكان الرئيسي اللي مش تحت الحكم الصيني لكن في الفكر الصيني هو يجب أن يكون في إطار سياسة الصين الواحدة The One China Policy هو تايوان. فأن يكون هناك objective علني واضح بيقول أنه هذه المنطقة لابد أن تكون تحت الحكم الصيني، ده كمان بيزود الضغط على الصين أنها تعمل حاجة في هذا الموضوع. في المقابل أمريكا موقفها من ملف تايوان اتطور، لأنه قديما لغاية يمكن 10-12 سنة فاتت أمريكا كانت معترفة بالوان تشاينا بوليسي، إن أمريكا ما كانتش معارضة إطلاقا لفكرة إنه هناك سياسة الصين الواحدة وإحنا مش مختلفين معها، لكن كان الموقف الأمريكي أنه لابد من أن يتم التوصل إلى هذا الهدف من خلال إطار سلمي، يعني أن أمريكا مع سياسة الصين الواحدة لكن بدون أن تلجأ الصين إلى القوة العسكرية لكي تعيد تايوان إلى الصين. في 10 سنين اللي فاتوا تقريبا، وبالذات تحت الإدارات الديمقراطية، وده شيء غريب لأنه تقليديا الإدارات الريبابليكان، الإدارات الجمهورية، إدارات الحزب الجمهوري في أمريكا غالبا تقليديا هي الهوكش قوي، هي اللي عندها مواقف حازمة جدا وصارمة للغاية في ملفات الأمن القومي أو ملفات العلاقات الدولية بشكل عام. لكن في الملف ده بالذات يلفت النظر أنه إدارات ديمقراطية آخرها إدارة جو بايدن، الإدارة الأمريكية الحالية في 2023، اتخذت مواقف في ملف تايوان تميل إلى عدم الاعتراف بالوان تشاينا بوليسي. حقيقة أمريكا ما قالتش أنها لا تعترف بالوان تشاينا بوليسي، يعني ده ليس هناك موقف أمريكي رسمي في ذلك، ولكن اللي حصل أنه في الكام سنة اللي فاتت بقى فيه سيجنلز بترسل من أمريكا، إشارات
ترسل من أمريكا إلى العالم، إلى الصين بشكل رئيسي، إلى أنه أمريكا سوف تتخذ إجراءات في حالة إذا أرادت الصين أن تضم تايوان بالقوة. بقت في إشارات إلى أن الدفاع عن تايوان أحد المهام المكلة إلى القوات الأمريكية المختصة بالباسيفيك. بقى في إشارات إلى أن الدفاع عن اليابان ليس الهدف الرئيسي الاستراتيجي لأمريكا في شمال آسيا، لكن الدفاع عن تايوان أيضا واحد من هذه الأهداف. بقى في إشارات إلى أن القوة النيفي الأسطول الأمريكي الموجود في هذه المنطقة يجب أن هي تزيد عشان تمنع القدرة الصينية من أنها تعمل حصار كامل على تايوان أو أنها تحاول أن تأخذ تايوان بالقوة. كل هذه الإشارات تغير في السياسة الأمريكية حقيقي، مش تغير رسمي، مش تغير معلن، يعني مفيش National Security Paper، مفيش ورقة طلعة من هيئة الأمن القومي الأمريكية، من مجلس الأمن القومي الأمريكي، من وزارة الخارجية الأمريكية بتقول حاجة رسمي في هذا الموضوع. لكن دائما في الملفات الاستراتيجية قوي اللي زي دي الإشارات بتبقى مهمة قوي، واللبيب بالإشارة يفهمه، يعني بتبقى في رسالة مبعوثة عشان الناحية التانية هنا مقصود بها الصين تغير حساباتها أو تاخد مواقف معينة في الحساب. وكان يقال أن الموقف الأمريكي فيه strategic ambiguity، عدم وضوح استراتيجي، يعني أمريكا لا تقول هتعمل إيه في حالة لو الصين عملت حصار على تايوان، في حالة لو الصين حاولت أن تأخذ تايوان بالقوة. هذه strategic ambiguity، عدم الوضوح الاستراتيجي، كان في حد ذاته سياسة أمريكية، لكن في الكام سنة اللي فاتت بدأ يقل الامبيجويتي، يقل عدم الوضوح، ويبقى في مواقف تكاد تكون واضحة. معنى ذلك انه تايوان في غاية الأهمية بالنسبة للصين، وبشكل او باخر اهميتها بدأت تزيد بالنسبة لأمريكا، على الاقل في الراتوريك الامريكاني، فيما تقوله أمريكا في الإشارات اللي بتبعتها. ولذلك ملف تايوان النهاردة واحد من اخطر الملفات اللي ممكن في لحظة حساب غلط من الطرفين أو من واحد من الطرفين ممكن تسبب مشكلة كبيرة قوي في ملف أمريكا والصين. أضف على ذلك بقى أنه في نقطة إيموشنال في الموضوع، في جانب مشاعري شوي، أنه الصين بتنظر لل 150-180 سنة اللي فاتت على أنهم كما يقال في الصين an age of humiliation، فترة يعني كلمة إزلال كلمة تقيلة قوي، لكن فترة فيها ضعف، فيها القوى الغربية استغلت الصين، تواجدت بشكل زيادة عن اللزوم فيها. في الصين الحضارة الصينية بكل ثقلها وروعتها على مدى آلاف السنين بينظر في 150-180 سنة اللي فاتت على أنهم لحظة نزول لهذه الحضارة. فلو كان هناك ملف في غاية الأهمية للوجدان الصيني، ولو كانت الصين في هذه اللحظة، في لحظة ارتفاع، في لحظة بتستعد فيها أن تصبح دولة عظمى، يبقى طبيعي أنه هذا الملف هتبقى هذه الدولة العظمى المحتملة أو الدولة العظمى اللي هتبقى دولة عظمى بالنسبة لها الملف ده مهم قوي، مش بس سياسيا واستراتيجيا، كمان مشاعريا وجدانيا. ولذلك هذا الملف مهم قوي في السايكي، في النفس، في الوجدان الصيني. آخر نقطة بقى أنه تايوان كمان ليها أهمية اقتصادية مهمة قوي في العالم، جيو إيكونوميك كما يقال، أنه أهم شركة في العالم في مجال السامي كوندكتورز اللي هي طبعا في قلب أغلب الصناعات الحديثة، الكمبيوترز والموبايل فونز وغيرها، أهم شركة في العالم بتعمل سيمي كوندكتورز وبماركت شير رهيب، بتواجد في السوق كبير جدا، هي شركة تايوانية في تايوان. طبعا أن تصبح شركة لديها هذا الماركت شير في الصناعة من أهم الصناعات في العالم، هناك رؤوس أموال، هناك think tanks، هناك research and development، هناك تطوير وبحث وغيره، أمريكي كان بيساعد في ذلك طبعا. يعني
لكن النهاردة هذه الشركة المهمة قوي في هذه الصناعة المهمة جدا موجودة في تايوان. فهناك أسباب اقتصادية مهمة قوي قوي، ممكن حد يقول استراتيجية للتجارة الدولية ولصناعات مهمة جدا في أمريكا، بيهمها إنه هذه الشركة وعليه تايوان تبقى بعيدة عن النفوذ الصيني. فده يزيد من أهمية تايوان بالنسبة للاثنين، بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للصين. لكل هذه الأسباب، ملف في تايوان ملف في غاية الأهمية لأي حد بيتابع الصراع الاستراتيجي البادئ ما بين أمريكا والصين.